بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير اتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى اسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
للظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن صحر خدك للناس
واقصد في مشيك واغضض من صوتك السماوات والأرض
إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم
شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.